تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعطيني الجريدة من تحت الطاولة لو سمحتي. فأسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة، هذا البرنامج الذي تقدمه هيئة الصحة لكم بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. ما بقولكم أرقام التواصل معنا ولا أي شيء، لي ما تطلعين الجريدة من تحت الطاولة. أي جريدة؟ اللي فريتيها تحت. إذا أنت ما تبغاها. لا أبغاها. عموما الحين أقولي لهم أرقام التواصل. طبعا معانا الدكتورة ندى الملا، وفي الإخراج عيسى سبيل. صباحك الله بالخير دكتورة. صباحك الله بالنور والسرور محمود. صباحكم الله بالخير في يوم الأحد اللي يحبه كل أحد، وإن شاء الله يكون يوم جميل وأسبوع جميل عليكم جميعا. آمين يا رب. طبعا هي دائما تأخذ الأوراق المهمة وتفرها تحت الطاولة ولا تقطعها وتعق وانتو بكرامة في الزبالة. ليش دكتورة؟ لا بس ما روحت، بس فريت ورقة بالغلط. اسمع ما ترد، انزي تفضلي. بس ما روحت فريت ورقة بالغلط. أرقام التواصل معنا 600-55-1414 ورسالة نصية على 4006، وموجودين لايف على أكاونت هيئة الصحة في دبي على الانستغرام DHA_Dubai وأكاونت نور دبي على الانستغرام أيضا. تواصلوا ويانا، طرشونا اقتراحاتكم، آراءكم، رسائل الشكر حابين توصلونها لأي حد عن طريق نافذتكم وبرنامجكم صحة وسعادة. إذن مستمعين الكرام أيضا منوه عن رابط التأمين الصحي، كم باجي على التأمين؟ 5 أيام فقط. يعني 5 أيام المفروض اليوم يسوون إجراءات. صحيح محمود، لأن الإجراءات تأخذ من 3 إلى 5 أيام عشان تطبق بعدها الغرامات. تاريخ 1 إبريل بيصادف يوم السبت، ورابط التأمين www.ishd.ae. المفروض كنا أمن الحين، يعني يوم السبت القادم بإذن الله هو أول يوم من أيام انتهاء المهلة، ويعني بتبتدي المخالفات، فاللي ما أمن بيدخل ضمن نطاق المخالفين. صحيح. طيب شو دراستنا لليوم يا محمود؟ أول شيء يعني دخلنا نحن في نقاش قبل الحلقة عن أسباب السعادة. صحيح. إنزين، لكن في علماء من جامعة تومسك الروسية وجامعة غرونينغن في هولندا طوروا هذه العلماء فرضية لتفسير نقص السعادة عند البشر وتطور الاضطرابات النفسية والاكتئاب. حلو. طبعا حسب المكتب الإعلامي لجامعة تومسك فإن أحد الأسباب من وجهة نظر العلماء يتمثل في وقوع خلل في نموذجين قديمين للسلوك. زين، إيفانوفا هذه بروفيسورة في قسم البيئة والحياة الآمنة بجامعة تومسك تقول أن هذه الفرضية الجديدة اليوم تسبب جدلا واسعا في المؤلفات العلمية وتحتاج إلى التأكيد أو الرفض بناء على الحقائق العلمية، ومع ذلك لا شك في أن هذه النظرية يمكن أن تمتد إلى حد كبير في نظام المناهج الحالية لعلاج الاكتئاب. أوضحت إيفانوفا أن عواطفنا وسلوكنا لا تنظم فقط أو لا تنظم فقط عبر القشرة الدماغية كما يعتقد الكثيرين من علماء النفس والأطباء النفسيين، ولكن أيضا عبر مناطق أخرى في الدماغ. شو هي هذه المناطق دكتور؟ والله ما أعرف محمود وشو المناطق اللي حابين يعني ذاكرنا في الدراسة. بس شوف أنا من وجهة نظري المتواضعة أعتقد أن مفهوم السعادة مفهوم نوعي. شو يعني نوعي؟ يعني ممكن مفهوم السعادة عندي يختلف عنك محمود، فهم يحاولون يلاقون أسباب لنقص السعادة، العلماء يحاولون يلاقونها، لأن طبعا في حالات اكتئاب كثيرة قاعدة تنتشر حول العالم، فالناس تقول أنا مو بسعيدة، أنا
يأسة من حياتي وهالكلام. بس مفهوم السعادة يا جماعة نوعي، يعني ما أقدر أقيس سعادتي بساعات مثلا محمود، مثلا ممكن محمود يستانس مثلا يأخذ مثلا لفة في السيارة مثلا، أنا ممكن يسعدني كوب من القهوة، يختلف. ولكن ضروري جدا أن كل شخص يلاقي مفهوم السعادة الخاص فيه ويتعايش معه. لأن ليش حدا ما نقول نوعي؟ لأن في ناس عندهم، يعني لو أنا قارنت نفسي بغيري أو قارنت أنه لازم سعادتي اللي يسعد غيره المفروض يسعدني، أنا رح أتعب في النهاية، لأن مفهوم السعادة يتغير من شخص لآخر حتى في مراحل حياتنا. يعني ممكن قبل 10 سنين يكون شيء يسعدني، قبل 10 سنين ما يسعدني الحين، اختلف عندي مفهوم السعادة. فهو مفهوم نوعي. فهي رسالتنا خلال هالأسبوع، فأول يوم في الأسبوع إن كل واحد يلاقي شو اللي يسعده في الحياة. ممكن يكون شيء بسيط، شيء ممكن ما خطر على بالنا، ممكن يكون شيء كبير. فدوروا عن مفهوم السعادة عندكم وتمسكوا فيه. يا ابني هذا كوب من القهوة، كوب من القهوة. يا سلام. بالفصحى مفهوم السعادة عندك كان دكتورة؟ يعني أنا لو شربت مثلا كوب قهوة وليس حديابي، كوب من الكرك؟ من الشأ؟ لا لا لا، أحب الكرك أنا. لماذا؟ ما أحس، ما يضبط المزاج، يعني ما يخليني أركز. نفس القهوة، يعني مثلا لو حدش علي يابلي كوب قهوة أنا أستانس، يعني أحس أني أنا سعيدة، يعني كان حدش علي بهدية يعني. طيب ها عيسى بلغنا، نطلع على ناخذ احنا رسالتنا. انا ما اسمع عيسى، قل لي. انا ان شاء الله حاضر حاضر، لا ليش معصب ما ادري. طيب تونا نتكلم عن السعادة ونتكلم عن الامور السعادة مع لعبة صيد السمك يا دكتورة ندى. انطرشت اللي هي لعبة، تتذكر محمود اللعبة اللي كان فيها تي سمك وصنارة وتصيدهم؟ لا ما شواب، أنا ما ما كان زمن، كنت أنت الزمن بعد يد أتوقع. نحن ين على آيباد، ين على قلت لي موليد سنة كم؟ 2000. ندخل دكتورة، بنحاول نيب بعض الدراسات الجميلة، لكن من بين الأشياء اللي ممكن نتكلم فيها يعني اليوم، ناخذ موضوع. طب أنا أقول لك موضوع محمود ولا لا؟ لا لا بقول لك أنا هذا الموضوع. قول لي أنت موضوع. زين، لأن دائما نحن نتكلم عنه بشكل أو بآخر، اللي هو الوجبات السريعة. أوكي. زين. يا الوجبات السريعة مسوين عليها حرب. ليش؟ لأن في علماء أمريكيين زين كشفوا أن الأغلفة هذه مالت الوجبات السريعة تحتوي على مواد سامة قد تؤدي إلى السرطان وضعف الخصوبة. وأظهرت دراسة حديثة عدها باحثون من ولاية نيفادا غربي الولايات المتحدة أن الصناديق والكؤوس الورقية وكذلك الورق المستخدم جميعها في نقل ولف الأطعمة تحتوي على مواد ضارة. وحلل الباحثون عينة من 400 ورقة وصندوق وعبوة يستخدمها 27 مطعم للوجبات السريعة في جميع أنحاء البلاد، فوجدوا أن ما يقارب من نصف العبوات و 20% من الورق المستخدم للف الشطار بها مواد سامة. وكانت الأطعمة المكسيكية والحلويات والخبز الأكثر تعرضا لهذه المركبات السامة بحسب الدراسة التي نشرت في دورية للعلوم والتكنولوجيا البيئية في الولايات المتحدة وفق ما ذكرت صحيفة الديلي ميل. أيضا وصف الباحثون هذا الأمر بأنه مقلق، لا سيما أن الأطفال من بين طفل من بين كل 3 أطفال يتناولون وجبات سريعة يوميا. هذا الكلام في أمريكا، أنا أعيد وأكرر أنه في أمريكا، وفق ما تشير بيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في أمريكا. وقد أظهرت الأبحاث أبحاث سابقة أن هذه المواد الضارة يمكن أن تنتقل إلى الغذاء، وكما أنه عند التخلص منها في مدافن النفايات يمكن أن تسهم في مستويات مرتفعة من تلوث البيئة. البلدية بيطلعون الحين بيقولون لا هذا مو موجود عندنا، هذا مو موجود عندنا. محمود في نفس النطاق كان في دراسة طالعة من فترة ما أتذكر متى، عن سالفة إن لما تشتري الخبز هو حار ويكون داخل مشيس في المخابز أو في الجمعيات، فكان يقول مفروض الخبز ما يتشيس أو ما يضع في الأكياس وهو ساخن، لأن البلاستيك، أكياس البلاستيك اللي نستعملها ممكن مع الحرارة تنقل مواد سامة للخبز. بس مثل ما قلنا هذه كلها دراسات، أدري دراسات مؤكدة ولا غير مؤكدة على كم شخص. فخلنا ننتقل الحين نشوف إلى أسماء الجناحي، نأخذ رسالتنا اليومية. صباحك ورد يا أسماء. صباحكم نور سعادة. صباحك ورد، شو رسالتنا الصباحية لهذا اليوم؟
نخلي الرسالة ختام نختم فيها المداخلة، لأن الصراحة الويكند اللطاف كان يعني ما شاء الله أكتف. من الشعاريات اللي كانت عندنا في الأسبوع الماضي، كنا مشاركين في كاس دبي، دبي الخيول، دبي العالمي، بعدد كبير من الأطباء، تقريبا كان 56 طبيب وإداري في منطقة تأمين الفعاليات. ما شاء الله ممتاز، يعطيهم العافية. خمس عيادات واثنين نقاط إسعافات أولية، وكانت متوزعين في المنطقة وفي الفنادق. حلو. غير هذا أيضا كنا مشاركين في ساعة الأرض عبر منصة فيها مثل فحوصات وغيرها. غير هذا كان في برضو تبرع بالدم. ممتاز. ساعة الأرض. إنزين، واليوم عندنا حملة في مستشفى راشد للتوعية حول الصرع تحت شعار معا لحياة بلا تشنجات. ممتاز. هذا كل اللي صار قبل حلقة. ما شاء الله. وبعدها فعالية القراءة للسعادة، بس نذكر الناس اللي بعدها موجودة لين تاريخ 28 صح؟ 27 في مكتبة راشد الطبية. إنزين، عطينا حين رسالتنا الصباحية يا أسماء. رسالتنا نختم فيها: كثرة التذمر من يوم الأحد لن يغير الواقع ولا اليوم، ولكن سيجعلك تبدأ أسبوع عملك بسلبية أكبر وبحماس أقل. صباح الأحد الجميل. صحيح، صباح الأحد اللي يحبك الأحد. وشكرا لك يا أسماء، وأحدك سعيد. نطلع حين فاصل محمود، نطلع فاصل ونرجع نواصل فقرات برنامجكم برامج صحة وسعادة، فابقوا قريبا. صحة وسعادة. ورجعنا لكم من بعد الفاصل عشان نواصل فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. ضمن خدماتها الاجتماعية والإنسانية التي تقدمها هيئة الصحة كجزء أساسي من سياستها وطبيعة عملها، وتماشيا مع عام الخير، تحرص هيئة الصحة بدبي على تقديم خدمات طبية تطوعية لجمهور المتعاملين معها، وتعمل هيئة وفق ذلك على تسخير إمكانياتها من كوادر بشرية وتجهيزات لخدمة المرضى على وجه التحديد، وهي الفلسفة نفسها التي تمضي فيها مؤسساتها الصحية من المستشفيات والمراكز الطبية. خلال هالأسبوع بدأ مستشفى لطيفة بالتعاون مع مكتب الخدمات الإنسانية والمجتمعية التابع للهيئة في التحضير لما يسمى عيادة التطوع، ومن خلال الاسم يمكن لنا الاستدلال عما سيقدمه مستشفى لطيفة. لكن بنتعرف على التفاصيل، كيفية التطوع، شو الخدمات، من خلال حديث الأستاذ سالم بن لاحج مدير مكتب الخدمات الإنسانية والمجتمعية في هيئة الصحة بدبي. حياك الله أستاذ سالم، نورت الاستوديو. نبتدي أول شيء نعطي المستمعين نبذة عن فكرة هذه المبادرة، مبادرة عيادة التطوع في مستشفى لطيفة. وفي البداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية الحين بنتكلم عن التطوع اللي هو أحد محاور عام الخير يعني بهيئة الصحة. فالتطوع عندنا احنا تحت شعار تطوعي سعادتي، ما دام تكلمتوا في السعادة الصبح. فاحنا حطينا المحور الأساسي أو المحور الثاني من محاور عام الخير اللي هو التطوع في هيئة الصحة يعني. ويندرج تحته عدد من البرامج التطوعية يعني في هيئة الصحة، منها العيادة التطوعية، منها وقف المعرفة، منها يعني بعض البرامج اللي بتكون تحت هذه اللي هي مثل تطوعي هويتي وزيارات الخير والنعم بعيالنا، هاي كلها تحت برامج التطوع لهيئة الصحة إن شاء الله بتكون إن شاء الله. إذا بنتكلم عن طبعا عيادة تطوعية، فإحنا بالتنسيق ويا مستشفى لطيفة، وطبعا في عندهم لجنة اسمها لجنة لطيفة الخير، وبالتعاون ويا الدكتورة منى تهلك بيكون إطلاق أول عيادة تطوعية على مستوى الهيئة، بتكون في مستشفى لطيفة، وبتكون تخصص للأطفال وأمراض النساء. العيادة بيكون الستاف كامل تطوعي، من الأطباء للممرضين للمسجلين يعني المختبر، وهذا بيكون جميل. كلهم متطوعين. طبعا العيادة بتكون بعد الدوام الرسمي اللي هي بعد الساعة 2:30 تبدأ العيادة التطوعية، وعلى رأسهم الدكتورة منى تهلك بتكون هي أول المتطوعين موجودة، والإداريين اللي موجودين بيكونوا موجودين إن شاء الله. مكتب الخدمات الإنسانية في البداية بيبدأ في بعض اللي هو بيكون
تكاليف العلاج كمرحلة أولى، لأن إن شاء الله إحنا تكون هاي العيادة يعني تكون ترعى من تحت يعني مع جهة خيرية أو متطوعين أو متبرع يدعمها عشان نضمن استمراريتها للمرحلة القادمة إن شاء الله. ممتاز. هالمبادرة متى سيبدأ تنفيذها؟ وهل هي بس ليوم واحد ولا كم مرة في الأسبوع؟ ولا كيف مخططين تكون مبادرة؟ هي العيادة بالتنسيق ويا مستشفى لطيفة بتكون يوم الأربعاء يعني من كل أسبوع. طبعا الحالات اللي بتتحول عليها بتكون هي يعني مدروسة من قبل الخدمة الاجتماعية وتقييمها يعني ماديا واجتماعيا ونوع الحالة المرضية. من بعدها بيتم تحويلها على الفريق العمل أو اللجنة الطبية اللي بتكون تقرر شو الخدمات اللي المفروض نقدم لها إياها خلال العيادة. طبعا العيادة بتكون من الساعة 2:30 شكل ما قلنا لين الساعة تقريبا 5:30 6 كل أربعة من كل أسبوع إن شاء الله. ممتاز. فهالعيادة بس بيتم تشخيص أمراض ولا حتى مثلا يتم تحويل على الجراحات، جراحات نسائية وصرف الأدوية والجراحات المختلفة؟ طبعا هو بعد رأي الدكتور شو بيكون اللي هو اللي نسميه احنا الأهلية العلاجية. فهو الدكتور بيقرر شو نوع الخدمة اللي تتقدم للمريض هذا، هل هي بس مجرد فحوصات وتحاليل أم أنه بيحتاج له بشكل نقول عملية، وهذا هاي تتحول طبعا على الأقسام الصباحية. وطبعا بمتابعة مع برنامج مكتب الخدمات الإنسانية بنقدر إن شاء الله نساعدهم فيها إن شاء الله. ممتاز. هل عيادة بتكون فقط للنساء ولا بعد أطفال؟ لا، احنا خصصنا حسب التنسيق وياهم بيكون حالات أطفال وأمراض نساء يعني أطفال حالة أولى. ممتاز. ويعني شفنا تجاوب كبير يعني من إدارة المستشفى في التنسيق في للحالة هذه يعني ممتاز. للعيادة إن شاء الله يعني. ممتاز. طبعا هذه بتعتبر مرحلة أولية اللي هي عيادة تطوعية في لطيفة. بعد هالعيادة شو المخططات الثانية أو في أي منشآت بتكون موجودة هالعيادة؟ ودائما إحنا يوم نسوي يعني مثل هالمبادرات أو المشاريع إحنا يعني نطمح إن تكون هاي المبادرات مستمرة يعني مش أنها وقتية. صحيح. فإحنا يعني مع الدعم مع الجمهور مع الدعم الجمعيات الخيرية إن شاء الله نتمنى أن تكون هاي جمعية يعني عيادة مستمرة في مستشفى لطيفة، وعلى أساسها بنقيس نحن استعداد المستشفيات الثانية في أن يكترون يفتحون عيادات تطوعية يعني من بعد فترة الصباح في المستشفيات الثانية إن شاء الله. ممتاز. طبعا الأطباء والكادر كامل من ممرضات من أطباء من إداريين اللي اشتركوا أو يعني قرروا أنهم يعطون من وقتهم لخدمة هذه العيادة التطوعية. بادروا صحيح هالكلمة كنت أدور عنها، شكرا محمود. بادروا من أن يعطون وقتهم لهالعيادة التطوعية. كيف تم اختيارهم أو كيف تم إعلامهم أو كيف تواصلوا معاكم أنهم يبون يعطون خدمات في هالعيادة التطوعية؟ وطبعا لو تبتين يعني إن شاء الله يوم الأربعاء إذا حد حضر بيشوف أنها بتكون هي عيادة طبيعية مثل العيادات الصباحية، لأن المجموعة كلها يعني أعلموا بأنهم بيكون فيه ساعات تطوعية لمشاركة يعني الموظفين وأبدوا استعدادهم. كل واحد سجل في كل قسم من أقسام العيادة يعني حتى الإداريين إذا حاب أي واحد إداري أو هذا يشارك فيها، فكلهم سجلوا أسماءهم عند الإدارة في مستشفى لطيفة على أنه يعني ممكن يكون هو تخصص ثاني بس حاب أن يكون في الاستقبال أو في التسجيل وهذا أساس أن يعطي يعني أو يأخذ هو بعد experience أو خبرة ثانية. صحيح. في هالمجال يعني ففتحنا التطوع يعني إن شاء الله وبالتنسيق إن شاء الله بنحاول شو الموظفين على أساس أن كيف نقدر نحسب الساعات هذه في الفترة اللي هي إن شاء الله. ممتاز. إذا حاب يحصل على هذه الخدمة هي خدمة في العيادة التطوعية، شو الأوراق المفروض يشلها؟ متى المفروض يجيكم؟ كيف تقيمون حالته وفعلا يستحق الخدمة هذه أو لا؟ وطبعا الحالات في بعض الحالات تعرض على الدكاترة يعني أو تعرض عن طريق الخدمة الاجتماعية بعد دراستها وتحتاج هي مثلا فحوصات تحاليل هذه، فالأخصائي الاجتماعي تحولها على الطبيب المختص اللي بيكون موجود في العيادة أساس نعرف شو التكلفة العلاجية اللي بتكون للمريض هذا بعد الفحص طبعا، ويقرر الطبيب شو اللي بيحتاج له، هل يحتاج أشعة أو يحتاج تحاليل، يحتاج له عملية تدخل جراحي، ويشوفه يعني المريض يكون عمل الإجراءات هذه
ممكن نشوفها الأسبوع الجاي يعني عساس يخطط يحط له الخطة العلاجية له يعني. طيب في عنا يعني الله يحفظكم ويوفقكم ويبارك فيكم ويثبتكم وجزاكم الله خير هؤلاء عيال زايد رحمة الله عليه. طيب أستاذ سالم مبادرة وغيرها من المبادرات اللي يقوم بها تقوم بها هيئة الصحة بشكل عام في عام الخير وأيضا مكتب الخدمات الإنسانية قبل عام الخير، أنتم معروف عندكم مبادرات يعني قدمتوا فيها مساعدات كثيرة للعديد من المرضى، فخلنا نتكلم عنها على عجالة. وطبعا هذا بنتكلم عن عام الخير، يعني للعلم نحن كمكتب الخدمات الإنسانية أو كأحد مبادرات هيئة الصحة لعام الخير كانت اللي هو موضوع برنامج مساعدة المرضى، فمن ضمن اللي اعتمدت كمبادرة أساسية في حكومة دبي لعام الخير على مستوى الإمارات اللي هي مبادرة برنامج مساعدة المرضى على يعني اللي هو تقديم خدمات علاجية ودوائية لمرضى المعسرين، فهي من ضمن المبادرات الأساسية اللي اعتمدت يعني في حكومة دبي لدعم المرضى المعسرين. نحن حطينا تقريبا 49 برنامج دوائي يعني وكلها مكلفة، نتوقع أن احنا نقدم خدمة خلال 2017 لأكثر من 3000 مريض يعني في هذا المجال العلاجي. يعني واحد يسأل كيف يعني مساعدة مرضى؟ مساعدة مرضى يعني المرضى المعسرين احنا نقول أو المحتاجين طبعا اللي ما يملك نفقات العلاج أنتوا تقدموا له مساعدات، واضح؟ انزين لطفا هو ما هو موضوع الحلقة؟ نحن نتحدث عن مكتب الخدمات الإنسانية والخدمات اللي تقوم بها هيئة الصحة في عام الخير. أستاذ سالم مثل ما ذكرت لك قبل ما نبتدي كان في حد ذاكر قبل يبون أرقام التواصل معاكم اللي حاب يتطوع أو يتبرع. طبعا مكتب الخدمات الإنسانية بهيئة الصحة أرقامنا على 04-219-7406 و219-7474 و297-4232. طيب أنا بعد بقول لكم شغلة، هم موجودين في المكتبة الطبية في حرم مستشفى راشد في مبنى المكتبة الطبية، بدشون هناك مكاتبه ما فيها بيبان يعني باب ما شيء، سياسة الباب المفتوح. لا هذا مو بسياسة، هذا أصلا يعني بس حاطين الفريم مال الباب. هم عرضوا علينا البيبان أخوي محمود بس احنا قلنا ما دام احنا نقدم خدمات فخلها مفتوحة. وشغلة مميزة والله. طيب انا اذا في مرضى يحتاجون ادوات طبية هل توفرون لهم سرير طبي او كرسي متحرك؟ طبعا الحين محمود فيه بالنسبة للمواطنين كنا احنا نوفر الأجهزة الطبية كاملة للمواطنين، ممكن من سرير لأجهزة أكسجين لهذه. في المرحلة هذه احنا طبعا برنامج التأمين سعادة يغطي يعني جزئية كبيرة من الأجهزة الطبية هذه، في حالة أن المريض أو المحتاج أنه ما يقدر يغطي باقي الأجهزة احنا نكون جزء منها إن شاء الله يعني. طيب هل هنالك تطلع أن تكون هاي المبادرة خارج الدولة؟ اللي هي العيادة التطوعية ولا البرنامج يعني برامج المساعدة هذه؟ ونحن من ضمن برنامج المساعدات في برنامج بالتعاون ويا إدارة الصيدلة وبالتنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الخيرية في برنامج التبرع بالأجهزة الطبية والأدوية. يعني احنا نتوقع الهلال الأحمر، والهلال الأحمر أيضا الهلال الأحمر ومؤسسة محمد الراشد للأعمال الإنسانية في تنسيق بين الأجهزة الطبية الأسرة اللي هي تحتاجها بعض المستشفيات خارج الدولة، فيكون في تنسيق نقلها لهم يعني وإعادة تدويرها لهم يعني. طيب نحن دكتورة سامحيني بس بقرأ هذه المسجات على السريع وما نطلع فاصل. اشتاق لكم وايد صديق البرنامج أحمد المصري، حيا الله أحمد صباح الفل، جزاكم الله خير على مجهودكم الرائع والجهد النبيل. وين من وين أسير أشتري؟ كيف يعني تأمين سعادة ومن وين أسير أشتري؟ الله يطول عمر شيوخنا ويحفظ بلادنا من كل شر اللهم آمين.
شو عن تأمين سعادة وكيفيك؟ لو التأمين تأمين بالنسبة للمواطنين طبعاً تأمين اللي هو تأمين سعادة يوفر لهم يوفر الأجهزة هذه يعني تقريباً أكثر من 80% أو 50% تقريباً من قيمة الأجهزة تتوفر عن طريق البرنامج التأميني هذا. يعني هم يروحون يشترون التأمين بغطي جزء منه. يعني هو يرفع الكوتيشن أو السعر. طيب مروة إذا عندك أي استفسار اتصلي على الرقم هذا اللي بتقول الدكتورة كم؟ أرقام التواصل مع مكتب الخدمات الإنسانية والمجتمعية 04-219-7406 أو 219-7474 أو 219-7423 232. قولي لهم أرقام صح دكتورة. رقم الأولاني صح. أستاذ سالم مستعجل ولا بتجلس ويانا؟ بتضيفوني يعني شيء؟ إيه ما نضيفك زين لأن نحن بعد الفاصل ما نطلع على موضوع نتكلم فيه عن مرض الصرع وإمكانيات هيئة الصحة بدبي لمواجهة هذا المرض وأيضا احتمال تكون عندنا بعض الأسئلة على موضوع المساعدات الإنسانية. صحيح. يعني منها ندرد شوي ومنها أيضا نتعرف أكثر على هذا المرض. ففاصل وراجعين. صحة وسعادة. سعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام عبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. أرقام التواصل معنا 600551414 أو عن طريق الرسالة النصية على 4006. وأيضا مستمعينا يعني ما نتكلم الحين عن أسبوع التوعية بمرض الصرع، شو الهدف من هذا الأسبوع ومنو هم الناس المستهدفين من هذه الحملة؟ معانا عبر الهاتف دكتور محمد الكيلاني استشاري الأمراض العصبية والصرع في مستشفى راشد. صبحك الله بالخير دكتور ونهارك سعيد. صبحكم الله بالنور، الله يجزيكم الخير، مشكورين. طول عمرك دكتور. خلنا نتكلم عن أسبوع التوعية بمرض الصرع. نعم الحقيقة يعني احنا بدينا حملة هذا اليوم في مستشفى راشد، هي عبارة عن حملة توعية لتعريف الناس في طبيعة مرض الصرع، واللي هو عبارة عن من أكثر أمراض الأعصاب شيوعا، حيث المرضى يعانون من تشنجات متكررة. فالحملة كانت اليوم للتعريف في المرض نفسه وفي أسبابه وفي محفزات، خلينا نقول الأشياء، يعني مثلا على سبيل المثال مريض الصرع نعرفه بالأمور اللي ممكن تحفز تكرار النوبات وكيف نتعامل معها نحاول نقلل منها، بالإضافة للتعريف لأنواع العلاج المتوفرة اللي أكثر أنواعها ممكن ضبطها عن طريق الأدوية، والآن يعني عدد الأدوية في تزايد مستمر بحيث يعطينا فرصة أكبر للاختيار من الأدوية لمعالجة المرضى، بالإضافة إلى أن بعض المرضى قد تكون حالتهم مستعصية مع العلاجات الأدوية لوحدها، وهؤلاء يستحقوا التقييم أحيانا. يعني قد يكون الحل الآخر اللي هو عبارة عن جراحة لمرض الصرع. نعم دكتور، نحن قبل الفاصل كنا ذكرنا نحن نتكلم عن مرض الصرع، فجتنا مجموعة أسئلة. حد كان يسأل يقول أسباب الصرع ضربة بالرأس أو شحنات كهربائية. هو تعريف المرض عبارة عن زيادة شحنات كهربائية، طبعا الكهربائية في الدماغ هي شيء حالة طبيعية. نعم. يعني كل إنسان صاحي في حالة كهربائية، ولكن هذا بيكون متوازنة في مناطق معينة. ففي مرض الصرع بيكون في نوع زيادة من هذه الشحنات بطريقة مضطربة، يعني غير متناسقة مع باقي مناطق الدماغ. الأسباب طبعا الأسباب هناك أسباب كثيرة، هي بالنتيجة كلها تؤدي لاضطراب الكهربائية، أما الأسباب تختلف من مريض لمريض. صحيح. فهناك أسباب أحيانا قد تكون مثلا أسباب جينية، أحيانا قد تكون أذية للدماغ، يعني في منطقة دماغ مثلا مضطربة نتيجة لنفرض ضربة قديمة، أو أحيانا قد يكون مثلا أورام أو تشوهات خلقية حتى. يعني الأسباب قد تعود إلى ما قبل الولادة حتى خلال الحمل. صحيح. قد تكون هناك أسباب حدثت ويظهر المرض فيما بعد. صحيح. طيب دكتور، هل للصرع علاج نهائي أم لا؟
الصرع يعني خلينا نقول 60% من المرضى يعني بفضل الله عن طريق الأدوية ممكن نتحكم فيه ويكون المريض يعيش حياة طبيعية ما دام يستخدم الأدوية. صحيح. ولكن تختلف مثل ما تكلم يعني من مريض لمريض. في بعض المرضى قد يصبح المرض مستعصي وفي بعض المرضى أنه يستمر معهم المرض يعني طول الحياة، ولكن الشيء الجيد أنه ممكن التحكم عن طريق الأدوية. صحيح. يعني هناك الكثير من المرضى ما دام ملتزم بأخذ الدواء واتباع نصيحة الطبيب وملتزم في كل التعليمات ممكن يعيش حياة طبيعية. ممتاز. طيب. دكتور سامحيني دكتور بس لنا أسئلة الجمهور ناخذها على السريع. طيب ما هي الأعراض الأولية لمرض الصرع عفانا الله وإياكم؟ نعم. وفي سؤال آخر دكتور، هل الصرع وراثي يتوارث للأطفال؟ يعني واحد ممكن يورثه؟ لا قسم عند بعض المرضى قد يكون وراثي لكن ليس بالضرورة مشر. يعني طيب الأعراض يعني الأولية دكتور؟ الأعراض اللي هي تختلف طبعا من مريض لمريض. أما الشائع بين الناس إنه يدركوا إنه هذا المريض عنده نوبات تشنج لما يشوفوا المريض مثلا غاب عن الوعي وتشنج كل جسمه وبلش يرتجف بطريقة ينتفض الجسم مع تشنج في العضلات، وتجد الإنسان أحيانا يصير يزبد وأحيانا حتى يفقد السيطرة على المؤخرة على مثلا على المجاري البولية على أمعائه، ومن ثم تجد المريض أنه في حالة هذيان بعدين يعني لما يصحى. صحيح. يكون ما واعي إيش اللي بيجرى حواليه. ولكن يختلف في يعني حسب نوع المرض الصرع. خلينا أقسمه بشكل عام، في صرع نسميه جزئي وفي نوع العام. صحيح. هون بهالحالة نقصد العام اللي هو لما تصير شحنة الكهرباء يعني تحدث في جميع أنحاء قشرة الدماغ من البداية، تجد المريض فورا يفقد وعده. شو هو اللي منتشر أكثر دكتور؟ نعم. شو هو اللي منتشر أكثر، العام ولا الجزئي؟ العام أكثر. نعم. العام أكثر، ولكن الجزئي الحقيقة بحب أنبه هون إنه كثير من المرضى عندهم أعراض صرع قد تكون لسنوات لكن هم ما يدركوا إنه هذا صرع، لأنه الشائع بين الناس إنه المريض لازم يعني ينزل ويتشنج. صحيح. لكن أحيانا قد تكون أعراض أخرى مثلا. شو الفرق يعني بين التشنج والصرع دكتور؟ نعم يعني خلينا أقول لك مثلا الصرع الجزئي قد يكون اضطراب في أحد الحواس عند المريض. على سبيل المثال بجوز مثلا أحيانا يقول لك إنه والله أنا بصير عندي إني بشوف شغلات وبعرف أنها مو حقيقية، أو مثلا مثل فلاشينج لايت، أو أحيانا أشم روائح مو طيبة أو شيء يحترق. هذه بتكون يعني زي ما تقول تشير إنه في بؤرة في الدماغ مضطردة اللي هي بتسوي شحنات الكهرباء، وهذه قد تمتد أحيانا لجميع أنحاء الدماغ بحيث يتشنج كامل. طيب دكتور نعم تفضل. نعم تفضل دكتور كمل. الشيء الثاني انه بعض المرضى مثل ما قلت لك احيانا قد يكون مثلا هو في حاله قاعد مثلا مع زملاء مع اهله يتكلم وفجاه تشوفه توقف عن الكلام وكانه في حاله سرحان يعني سارح. صحيح. طبعا هي تختلف مثلا عند الاطفال، هذه عند الاطفال شائعه جدا. احيانا المدرسين مثلا مدرسات في الصف قد ينتبهوا إن الطفل يبدو طبيعي ولكن يبدو وكانه يسرح يعني بالصف، يكون قاعد يقول لك احيانا كانه يسرح، بتشوف الأكاديميك بيرفورمنس تقدمه للأكاديمي بلش يتأخر، يجي موضات صرع خفيف بتكون أحيانا وهو قاعد وكأنه بغيب عن الوعي من دون ما يوقع، يعني هو يعني عيونه مفتحة وبنظر على المعلمة لكن هو حالي هو حقيقة مش موجود لمدة لحظات. صحيح. هذه بتكون خلالها في شحنة كهرباء. جميل. كان في تعليق يقول هل المصاب بالصرع يشعر بالصرع قبل حدوث الصرع بثواني، يعني تشنج عض على لسانه في مشاكل، ويقول اللهم شافي جميع المسلمين. مثل ما قلنا في نوعين، العام والجزئي. الجزئي اللي هو احيانا بصير عند المريض احساس او يعرف بدايتها، يعني قد تنطي حتى بنقول نسميها بالعربي يمكن ترجمتها نقول النسمه، بالانجليزي نسميها الاورا، وهذه قد تعطي المريض مجال احيانا شوي اللي ممكن يتفادى الموقف، ممكن يبعد مثلا اذا كان واقف قاعد يعني مثلا يكون المكان سيف امن. جميل. دكتور ناخذ هذه المداخله بس معانا عبر الهاتف من ابو ندى. مرحبا ابو ندى. ما ادري ابو الوالد هذا خير اخونا محمود. مرحبا ابو ندى. الله بنور. انت ابو الدكتوره ولا؟ الله بخير دكتور، كيف الحال؟ الحمد لله بخير. حياك الله يا اخي، حياك الله. أقول طال عمرك كانت عندنا في الفريج حرمة في شهر رمضان بخبز رقاق وطاحت على التاوة يتصرع وطاحت ولا حد عنده خبر في البيت، أقول فترة يوه إذا شافوا الحرمة محترقة كبرها.
لا حول ولا قوة. يعني هذا يعني مسألة خطيرة. التاوى التاوى دكتور يعني المقلاة المقلاة. رايح عند عندك أنا شري حاجة يا واحد ولد شباب دش علينا وطاح طيحة على راعي الدكان وحتى راعي الدكان زاغ وهد الدكان وطلع برا. يعني هاي صراحة يعني إذا كان واحد يتسبح في البحر أو في الحوض هاي يعني يحتاج مرافق وياه يحتاج. أول كانوا يقولون بندى إنه ممكن يكون في يني أو شيء صح؟ ملبوس. شوف هذه قضية الجن وما الجن هذه يعني ما لا هذا الأمر أنا أتكلم بطريقة طبية وعلمية هذه الأمور ما لها علاقة. لكن الأهم أنا مسرور جدا مسأل هذا السؤال وهذه الحقيقة أحد الأمور اللي دائما بشدد على المرضى لما بشوفهم في العيادة إنه في المحاذير اللي لازم يلتزموا فيها. يعني مريض الصرع على سبيل المثال ما يصير يسوق سيارة ما دام عنده النوبات تتكرر. صحيح. يعني عادة كنا يعني أنا كنت أشتغل في أمريكا المريض دائما نقول له إنه لا تسوق قبل ما يمر عليك على الأقل 6 شهور من دون ما تحدث أي نوبة حتى نتأكد إنه متحكمين إحنا في التشنجات. لأن التشنجات لما تحصل الإنسان أحيانا ما يعرف متى راح تصير في أي لحظة. صحيح. الشيء الثاني مثلا أقول للمرضى لما تروح تسبحوا مثلا سباحة ما يروح مريض الصرع يسبح إذا عنده تشنجات متكررة أو على الأقل إذا بده يسبح يكون معاه أحد يقدر ينقذ في حال لو حصلت معاه النوبة وهو بالماء. صحيح. الشيء الثاني دائما أنصح عدم التعامل مع مثلا الطباخات النار المفتوح. أنا أنصح مرضاي دائما إذا مريض الصرع مضطر في البيت لنفرض إنه مثلاً ستات البيوت عايش لوحدها إنه مثلاً تستخدم طباخ الكهرباء على الأقل يكون أقل ضرر لأنه أحياناً تحدث النوبة مثلاً وهي واقفة قدام الطباخ وممكن تمسك اللهب فيها. صحيح. طيب دكتور في بعض الأسئلة واحدة تقول بنتي بالعادة تجيها الحالة بعد ما تصحى من النوم ممكن تفسر لي نوع هذه الحالة؟ نعم هناك بعض أمراض الصرع يعني إلها علاقة مثلاً في النوم. بعض الأمراض بعد أنواع الصرع مثلا تحدث خلال النوم وفي أنواع تحدث بعد ما يصحى المريض من النوم. نعم. يعني هناك أنواع يعني إحنا الصرع وكتعريف الصرع أنه تشنجات متكررة ولكن هناك عدة أنواع من الصرع. هي تقول شو هي نصيحتك لي لتجنب حدوثها وللعلم هي ما تحس بشيء قبل حدوث الحالة وبعدها؟ هذا يعتمد شو نوع الصرع. طبعا أنا أنصح باستشارة طبيب الأعصاب خصوصا إذا كان يعني مختص في أمراض الصرع. أحيانا قد يعني ما في سبيل أقول له والله مثلا لا تخليها تصحى يعني لازم تصحى الصبح ولكن اختيار العلاج المناسب. يعني العلاجات مثل ما قلت الآن في عندنا فوق 22 أو 23 نوع من أنواع العلاجات اللي متوفرة الآن وهذه بتزايد مستمر. صحيح. بين مريض ومريض حسب نوع الصرع اللي عنده الطبيب بقرر شو العلاج الأنسب إيش العلاج الأنسب للمريض. طيب دكتور كيف التعامل مع المريض عند حدوث النوبة؟ زين ايضا دكتور انا عندي سؤال في هذا الجانب بما نحن نتكلم عن كيفيه التعامل مع المريض ايضا التدابير اللازمه لاسعاف الشخص اثناء نوبه الصرع شو الواحد لازم يسويه كذلك. ممتاز. اول شيء احنا نحاول ننزل المريض في مكان امن مثلا اذا ممكن على مكان يعني يكون خلينا نقول صوفت يعني ما يكون على ارض جامد يعني إذا في مثلاً سفنجة أو فرشة يكون حواليه لأن تعرف يصير هو يرتع في الحوض فممكن يأذي نفسه في هذه خلال النوبة. الشيء الثاني ما نحطه لا على وجهه ولا على ظهره نحاول نحطه على جنبه لأنه أحياء خلال النوبة بصير عنده تشنج برضه في عضلات الحلق والرقبة بالإضافة إنه بصير يزبد يعني اللعاب بصير يزيد عنده يتجمع. صحيح. فهو هون في خطورة أنه هو نفسه أنه يصير عنده اختناق نتيجة اللعاب وتجد كثير من المرضى أحيانا يعض على لسانه وفي هذه الحالة برضو بصير دم يعني هذا في اللسان وممكن يبلعه وممكن ينزل على مجرى النفس. الشيء الثاني اللي دائما بحب أنبه عليه أنه أهل المريض أو الإنسان اللي حاول يسعف المريض لا يحاول بأي طريقة كان أن يضع شيء في فم المريض. صحيح. سواء مثلا نعم لانه يعني المريض غير واعي وفي حال التشنج شديد يعني خلينا نقول لما يشك على اسنانه قد تكون كافي انه يقطع اصبع اذا واحد انسان حاول يحط اصبع مثلا بيحاول يفتح له حلقه ان شاء الله فلا يحاولوا نهائيا يعني حطه على جنبه وتطلب الاسعاف مباشره. صحيح. لو استمرت النوبه مثلا اكثر من 3-4 دقائق. طيب دكتور الحين قبل لا نختم السنه لان المت...
المستمع هذا عنده سؤال وقال لي اقرا سؤال. طيب انا بتكهرب كثير عندما اضغط على زر المصعد او تسجيل دخول المترو واحيانا من الكراسي المعدنيه، هذه شحنات كهربائيه زياده ولا ايه يا دكتور؟ لا لا لا، هذه ما لها علاقه في مرض الصرع، هذه شحنات كهربائيه احيانا عند الالكتروستاتيك في الجسم. هذه بعيده جدا عن الموضوع اللي بنتكلم فيه. طيب دكتور، يعني قبل ان نختم اللقاء معك، كلمه اخيره تبغي توجهها؟ نعم، احب دائما اقول للمرضى اهميه الالتزام باخذ العلاجات في وقتها واتباع نصائح الطبيب المختص واتباع المحاذير. يعني دائما اقول لمرضاي رجائي انكم خصوصا بالنسبه للسياقه، وسمعنا بحوادث احيانا تصير، واتامل ان شاء الله ان يكون في تعاون دائم بين الهيئات الصحيه ومثلا الدوائر الامنيه والمسؤوله عن قياده السيارات الطرق مثل الار تي اي وغيرها، انه دائما المرضى يعني احسب حساب انه راح يكون في خطوره على نفسك وعلى الاخرين. شكرا لك. الالتزام بالعلاجات وأهمية المتابعة باستمرار مع الطبيب، وإحنا هنا في المستشفى راشد إن شاء الله بنحاول قدر الإمكان يعني تأكوموديت زي ما يقولوا، عن نستوعب قدر ما نقدر من المرة وبنبعد معهم وبنعطيهم الإرشادات كاملة ويتفهموا طبيعة المرض ونعطيهم العلاجات المناسبة إن شاء الله. ما تقصرون دكتور محمد الكيلاني استشاري الأمراض العصبية والصرع في مستشفى راشد، نحن شاكرين لك هذه المداخلة. أيضا دكتور فيهني كان في سؤال يقول السلام عليكم، عندي انتفاخات في البطن تصاحب الغازات، التحاليل قالوا ما فيك شيء سوي السونار، اعطوني الدواء مكسال وقالوا لي اخذه وقت اللزوم وما زالت انتفاخات عندي. الانتفاخات ترى وايد لها اسباب، منها سوء الهضم، منها اذا في عندك قولون عصبي، طبعا مع السونار ما راح يطلع فيها شيء، لان القولون العصبي مرض عصبي وليس يعني بالعاده ما في تغييرات في القولون الا في مراحل متقدمه. هل سويت تحاليل؟ التحاليل بجثومه المعده سويت ولا؟ احيانا ينسون يطلبوها التحليل، هذا اول شيء. ثاني شيء هي صاحبه اسهال او امساك متكرر. وثاني شيء المكسال زين ولكن في ادويه افضل ما نقدر نقول عنها، اللي هو مرينا العياده. والدتي حدث معها نوبه تشنج، اتضح بعد مرور 5 ساعات انها تشكو من قله المغنيسيوم، والحمد لله تعالجت، حدثت مره واحده قبل 3 سنين. تحصل فعلا يستوي بسبب نقص المغنيسيوم، وتحصل بعد محمود في الاطفال التشنجات الحراريه قبل سن 4 سنوات، الطفل لما ترتفع حرارته ممكن تجي له حالات تشنج، بس بالعاده لين عمر 4 سنوات لين 3 أو 4 حالات تشنج تعتبرها طبيعيه لصاحبه الحراره، بعد عمر 4 سنوات لو الطفل عمر 5-6 سنوات يت له تشنجات، لا هني يبالت راجعين له الطبيب. طيب قبل أن نختم الدكتورة تهز راسها، ترى ما يشوفك الدكتور زين. ما يشوفني فكات الدكتورة أحس بتطلع الدايخة من كثر ما تحرك راسها. ها دليل أنا منتبهة، يعني لو ما هزت راسي ما أنا مو منتبهة. عموما يعني أنا بس أحب قبل أختم بس أذكر بعملية التطوع مع المبادرات اللي موجودة في مكتب الخدمات الإنسانية مع أستاذ سالم بلاحج مدير مكتب الخدمات الإنسانية والخيرية في هيئة الصحة. خلنا نذكر بأرقام التواصل معكم أستاذ سالم، يعطيكم ألف عافية. نحن كنا تحدثنا عن المبادرات اللي كنتوا تقدمونها في هذا المجال. طبعا نحن برنامج التطوع شكل ما قلنا بالقبل هو في تنسيق نحن مع بعد الكليات والجامعات على اليوم المتطوعين الخارجيين، يعني طلاب الكليات وطلاب المدارس اللي هم المراحل الثانوية ممكن يأخذون ساعات التطوع مالهم في من خلال برامج التطوع في هيئة الصحة يعني. ممتاز. وغير اللي هو حين نخطط له اللي هو تطوع ساعات تطوع لموظفي هيئة الصحة إن شاء الله. إن شاء الله. اللي حاب يعني يستفسر أو أي معلومة جديدة ممكن يتواصلوا ويانا على 04-219-7474 أو 219-7406 أو 219-7422. شكرا لك استاذ سالم بلاحج مدير مكتب الخدمات الانسانيه والمجتمع في هيئه الصحه بدبي. شكرا لك دكتوره ندى الملا. شكرا لكم جميعا. وشكرا لك عيسى سبيل عفوا يقول عيسى. عموما نلقاكم ان شاء الله غدا مع مواضيع جديده، هذه تحياتي اخوكم الكبير محمود يوسف واختكم الصغيره ندى الملا، دمتم بصحه وسعاده.
صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.